كمعلق وكم المعلومات اللي بيديها لنا وكم الامتاع من جمل كتيره جدا بيقولها. كلنا اي حد بيتفرج على مباريات على الشامبيونز ليج او في الدوري الانجليزي او الايطالي او الاسباني ما اعتقدش ان هو يسمع بس اسمه ان هو بيذيع على قناه صوتيه وما يفكرش ان هو يغير القناه الصوتيه. واحد ان انا بتشرف ان هو يكون موجود معايا دلوقتي على الهواء مباشره في مداخله تليفونيه مهمه جدا جدا هيديني كل المعلومات والاخبار اللي بتخص الشامبيونز ليج ومحمد صلاح طبعا وكل حاجه انتم مستنيينها. معايا ومع حضراتكم الكابتن عصام الشوالي. كابتن عصام برحب بحضرتك. مرحبا بيك، اهلا وسهلا كابتن عمر، وتحيه ليك ومبروك البرنامج، مبروك الاستاذ محسن لملوم، لعمر ربيع ياسين ولقناه الاهلي اللي تضحكنا دائما وانا من متابعيها صراحه، وانا نتفرج ايضا في الكره العالميه الان. يعني كابتن عصام اكيد طبعا شرف ليا ان حضرتك موجود معايا، وطبعا مش هينفع افوت الفرصه دي غير بقى لما اسال حضرتك شويه اسئله خاصه بالكره العالميه، واكيد اولها الشامبيونز ليج. القرعه تمت عصر اليوم ومواجهات قويه جدا، شايف مواجهات الشامبيونز ليج ازاي؟ ريال مدريد ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي، ايضا برشلونه هيلاعب روما، واخيرا بايرن ميونخ واشبيليه. والله اول شيء معناها القرعه اعطت قمم اللي سبقت وذكرتها في البدايات، ريال يوفي ومانشستر سيتي ليفربول، كلاسيكو انجليزي، مباريات متقاربه، واعطت في تفاوت يعني واضح جدا انه برشلونه معناها روما يحتاج الى معزه لازاحه برشلونه، يعني الكتالوني يظهر لي طريق وانا نشوف ثالث في السيمي فاينل، وشفنا حتى العلامات الباديه من عدم الارتياح لفرانشيسكو توتي وقت جات القرعه وخرج اسم برشلونه وبعده روما، كانه معناها نهايه الحلم الشامبيونز بالنسبه للامير توتي. هذايا بالمنطق كره القدم عن واقع وتعرف 90 دقيقه والروح والمجهود، لكن فما فوارق بينه وفنيه معناها خاصه انها كابتن وانت عارف المباريات هذه ذهاب واياب، مش من مباراه واحده، مباراه واحده كؤوس المفاجاه ممكن تصير تمشي حتى ضربات ترجيح، لكن ذهاب واياب الفرق هذه تدارك، وشفنا احنا مثلا كمثل اليوفي خبرته وتجربته تعادل في تورينو 2-2 مع توتنهام ثم ربحوا في قلب ويمبلي، فبالتالي فرصه الذهاب والاياب خليني انه جازم احترامي لعشاق روما انه برشلونه هذا مؤكد في السيمي فاينل ما نحكيوش. المعادله الثانيه والقمه الثانيه اللي فيها نشوف فيها برشا كوره هي بايرن ميونخ واشبيليا. اشبيليا فريق محترم، فريق مكافح، فريق ما عندوش عقد، يلعب مع الكبارات يعني بالنديه ورا صحيح، نشوفوها احنا كان تتذكر انت فاكر مباراه السوبر الاوروبي 5-4 تاريخيه ضد برشلونه، ازاحته لمانشستر تعطيه ثقه جابها من قلب اولد ترافورد، ما عنده ما يخسر، يلعب ضد بايرن بنفس الروح، لكن ايضا هنا نشوف انه الفارق لمصلحه فريق هانك، فريق البافاري عنده التجربه عنده التقاليد، ومنطقيا على مدى المباراتين اعتقد انه بايرن ميونخ ايضا ورقه ثانيه في السيمي فاينل الشامبيونز ليج والله اعلم. الان نوصل معناها للقمم اللي فيها برشا حماس، برشا اثاره، بدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات بين جماهير الفرق هذه، فما كلاسيكو انجليزي مختلف عن الدوري ومباريات البريمير ليج لانه في ثوب اوروبي، ليفربول مانشستر سيتي مباريات بتكون صعبه ومثيره ورائعه جدا، مباراه ما تقدرش تحكم فيها من يتاهل، ما ننساوش اللي مانشستر سيتي هزيمته الوحيده محليا كانت ضد ليفربول في الانفيل، انا نشوف مباراه 50-50، ما نستغربش انه ليفربول يتمكن في الكلاسيكو انه يسقط فريق مانشستر سيتي، رغم انه لما تشوف على الورق فريق مانشستر سيتي انا بالنسبه لي ورقتي الاولى هذا الموسم لحيازه الشامبيونز ليج، معناها قلتها من الاول وقلتها على الهواء ونعاودها، كمقاومات فريق بيب جوارديولا، الفريق كيفاش متمركز، وقفته، اللاعبين والمفاتيح نتاعو من صاني دي بروي للهداف اغويرو، الدفاع اللي تضبط هذا العام عكس الموسم الماضي، لكن انجليزي ضد انجليزي كما تقولوا في مصر ما يبرمش، معناها نشوفوا في 180 دقيقه كل شيء ممكن، ليفربول عنده الفرصه انه يدخل التاريخ لانه يعني يعرفوا بعض برشا، دارسين بعض، لعبوا مع بعضهم عديد المرات، الضغط في كلاسيكو او ديربي من نفس البلد يكون غير تلعب مع فريق خارجي،
وهذا مفهوم جدا. معناه أنا نقول بالحق 50-50 ونشوف أنه ليفربول عنده فرصة أنه يطيح من منظوري أنا الفريق المرشح برشا برشا للشامبيونز ليج اللي هو مانشستر سيتي، عنده مقاومة البطولة. طيب الفارق ممكن يحسمه للسيتي عمر أنا حسب رأيي، لأنه السيتي غير معني بالدوري المحلي، خلاص الدوري خلص شطب. مانشستر سيتي ممكن الآن بيب غوارديولا يقوم بالتورنوفر والمداولة بالتشكيل، ما عنده حتى مشكل يخسر مباريات الدوري خلص. عكس ليفربول، ليفربول قادر يخسر مكانه بدوري الأبطال لأنه توتنهام قدامه وطاح من الشامبيونز ليج باش يركز فقط على البريمير ليج. مانشستر يونايتد نفس الشيء، ثم تشيلسي نفس الشيء، خروج أوروبي ومش بعيد في النقاط. فليفربول عنده مباريات قادمة في الفترة الأوروبية بين المباراتين الذهاب والإياب اللي تخليه يورجن كلوب مجبر انه 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 عصفور في اليد خير من عشرة في الشجرة، انه يلعب على المركز الرابع المحلي احسن من طريق مش سهل في الشامبيونز ليج باش يكسب البطولة. فأنا أقول ممكن هذه تخدم فريق مانشستر سيتي على مستوى يعني سهولة المباريات وراحته في المباريات القادمة. الآن لقاء القمة اللي لا يختلف عليه اثنين هي أقوى مباريات الشامبيونز. الريال مرة أخرى يجي في فك فريق كبير مرشح البطولة بعد فريق باريس سان جيرمان، فريق اليوفي، مع الاختلاف باريس سان جيرمان ما عندوش تقاليد وثقافة الشامبيونز مثل اليوفي. اليوفي أنا قلت في تعليقي في بارك فريق ريال مدريد عنده في الأديان في الحامض النووي التقاليد الشامبيونز ليج، هي بطولة البطولة نتاعو، البطولة المفضلة والبطولة اللي نجح فيها تاريخيا. لكن مش يلقى فريق غير محظوظ في الفاينل في النهائيات، ولكن فريق اليوفي فريق بطولة أوروبا، فريق يعرف يلعب على الذهاب والإياب. الملاحظين اللي يقولوا اللي العام الماضي 4-1 للريال صحيح، والعام اللي قبله 3-1 للبرسا على اليوفي صحيح، ولكن اليوفي في المباراة الواحدة نوع، وفي مباراتين من 180 دقيقة رايح جاي نوع ثاني، لأنه تعرف عمر وتبارك الله أنت من الكابتن ربيع ياسين وما ذاك، يعني دارس كورة وحرف الكورة من الصغرى وفاهمها مليح. مباريات ذهاب وياب فيها حسابات أخرى، فيها ما تقبلش أهداف في ملعبك، فيها هدف واحد يكفي. ونعطيك مثلا اليوفي توتنهام 2-2 ومشى ربحوا في ويمبلي، والريال 2015 2-1 فقط لليوفي في تورينو وجابوا التعادل من برنابيو. طليانة ديما عندي نظرة خاصة لهم أنهم يعرفوا الجيف أو يعرفوا في المباريات الكبيرة يسلكوا أمورهم. شفنا العام الماضي حتى اليوفي تعاملوا مع برشلونة 180 دقيقة، البرسا بميسي أحسن لاعب في العالم ما وصلش يسجل هدف في بوفون. هذه المباراة صعيبة. نزيدك من الجانب التاريخي أنه ريال مدريد يعتبر مع فريق تقريب شبه عقدة، اللي في مباريات الذهاب والإياب 80% من التأهل كان للفريق الإيطالي. يعني الريال عدل المواجهة بانتصارين في النهائي 98 و2019 من مصر، ولكن ماتش ذهاب وإياب النظام خروج المغلوب تقريب معظم المواجهات كانت للفريق اليوفي من 2003 ل2015 كانوا دائما الأخيرات في مواجهات الفريق اليوفي. الريال مرة أخرى في اختبار صعب مرتبط بفورمة رونالدو. أنا زيدان نتصور أنه باش يضحي بماتش لأتلتيكو مدريد اللي يجي يوم 8 ويوم 11 يلعب في 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 تورينو مع في البرنابيو لقاء الرد ضد اليوفي. هذه المباراة الوحيدة اللي ما يقدرش ولا واحد يفتي فيها عمر، هي باش تكون فورمة اللاعبين، توفيق الله، كورة على العارضة وكورة تضرب على العارضة وتدخل، ما تقدرش تقول من البطل. لكن المؤكد بالنسبة لي أنا ترشيحاتي ممكن نقول بايرن، برشلونة زينة الكل من الصغير الكبير ممكن شاتوني الرأي. فرصة السيتي أكبر شوية من ليفربول. اليوفي والريال القمة الوحيدة اللي ما تقدرش تكون اسم المتأهل، لكن ما هو مؤكد أنه بالحق باش نستمتعوا بمباريات كالعادة كبيرة برشا في الشامبيونز ليج السنة هذه.